هروح على تقرير، التقرير الحقيقة يعني لوزارة الداخلية، ولكن قبل ما أبدأ التقرير أو أتكلم عن التقرير، أنا شخصيا عايزة أشكر وزارة الداخلية. الرحلة بدأت معايا ومع أسرتي كده، أنا وبنتي الصغيرة وإحنا سايقين وفي الطريق إلى الساحل، أنا حسيت إن الداخلية موجودة طول الطريق. الحقيقة الناس موجودة بأعداد، بينظموا الطريق، ابتسامة، مساعدة. كمان طريق الساحل، الطريق الشهير والكلام الكبير على طريق الساحل، انت يعني حتى لو انت مش عارف يعني لسه الطريق غريب عليك ولسه مش عارف تقرأ اللوحات او لسه مش عارف الدخلات، هتلاقي الداخلية واقفة. الحقيقة مجهود كبير جدا، واقفين على كل الدوائر، على كل المداخل، على الكباري، على كل الأماكن تحت الكباري طول الوقت، هم موجودين طول العيد، والحقيقة بيبذلوا مجهود كبير جدا. وهتلاقي دايما واقفين حتى على الدوائر الصغيرة في يعني الشوارع الخاصة أو في الحارات الخاصة بالخدمات ما بين القرى السياحية علشان يقدروا يساعدوا الناس. بقى حاجة واحدة بس، إحنا بقى يعني الشعب، الناس، إحنا محتاجين بجد نغير من سلوك القيادة أو السواقة. يعني هم عملوا على طول الطريق الخدمات، يعني حاطين حواجز عشان حضرتك لما تمشي بأمان وسلام فيبقى الحارة رايحة وحارة راجعة. اللي بيحصل إنه العادة والسلوك السيء، الناس تكسر الحاجات وتكسر ده وتدخل. ما هو طبعا يعني الداخلية واقفة على طول الطريق، بس في أماكن الناس مش واقفة، رغم كمان إن هو محدد لك السرعة 60، يعني أنت بتمشي على 60 كيلومتر، يعني سرعة بطيئة جدا. فالناس لازم تلتزم بده علشان الطريق معمول لينا كلنا، يعني الطريق لينا كلنا. ولو أنت كسرت ده، ما أنت هتعرض ابنك وبنتك وأهلك وناسك إنه حد هيجي فجأة في وشها غلط، مع إنه مثلا في يوترن وفي تلف. الناس مش عايزة تلتزم، ودي الحقيقة حاجة إحنا اللي مفروض نراعي نفسنا فيها، وإحنا اللي نتكلم. يعني لما تلاقي ناس، الناس بقى تكلم بعضها، علشان في الآخر أنا شايفة الداخلية عاملة اللي عليها وزيادة، مش هيقدروا بقى يحطوا على كل مثلا 20 متر حد واقف. يعني إحنا فين يعني؟ خلينا نروح لتقرير الداخلية. كلفت وزارة الداخلية تواجدها الأمني بمواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود بكافة المحافظات، وذلك لضمان التزام السائقين بالتعريفة المحددة، وده يأمن المواطن جدا ويطمنك إنه هما موجودين طول الوقت، وكمان يمنع احتكار المواد البترولية. مجهود كبير، والداخلية بتبذل مجهود كبير، بقى إن احنا كمان كمواطنين نكون على قد المسؤولية. هنكمل مع بعض التاسعة، ولسه عندي فقرات في انتظاركم، فقرات كتير إن شاء الله تقدروا تسعدوا بيها، وناخد وندي كده فيها مع بعض. نروح لتقرير الداخلية وبعدها نكمل فقرات التاسعة، تفضلوا. انتشار أمني مكثف لوزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حيث واصلت الأجهزة الأمنية تواجدها في مواقف السيارات ومحطات الوقود بمختلف المحافظات لضمان التزام السائقين بالتعريفة المحددة من قبل كل محافظة، ولمنع احتكار المواد البترولية. كما نظمت الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور بمختلف المحافظات حملات مرورية على طول خطوط السير للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة، وفحص شكاوى المواطنين في هذا الشأن، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.